كابتن فوزي، هاخد برضك مرة تانية، هاخد حضرتك عن مباراة الأهلي وفيوتشر، تمام. لأنه هناك البعض حاول إن هو ياخد جمهور النادي الأهلي. يعني أنا الأول كنت سكة حبيت إن أنا أعرف رأيك، فطب كويس، يعني لأنه أنا الحقيقة عدد كبير من الأهلاوية اللي بيفهموا في كرة القدم وبيكلموني إن إحنا عملنا مباراة جيدة جدا. تمام. بص، احنا عملنا مباراة كويسة جدا. لو احرزنا هدف في الشوط الاولاني كرة تاو، المباراة تتفتح. انت طول ما بتلعب اي فرقة قدامك بدري بدري، كل الفرقة اللي انت كسبتها ثلاثة بتجيب جون في الشوط الاولاني وهم يبتدوا يبدلوك الهجمات، فبتعرف الدنيا تكسب تفتح. براحتك. صح. ماشي. كابتن علي ماهر كان بيلعب دفاع كومباكت في تلت ملعب، لو بصيت كان بيلعب في 20 متر بالظبط او 25 متر، وقافل على فرقته. حتى لما احنا كنا بنوصل لنص الملعب كان احمد عاطف بينزل تحت الدايره والخط كله على خط ال 18، فانت صح. بتلعب في وسط دفاع كومباكت مقفول، ومع ذلك عرفت تخترق مره واثنين وثلاثه. ولكن القصه بقى في ايه؟ عدم التوفيق، ده ايوه رقم واحد. رقم اثنين، انت مش هتكسب كل الماتشات، لازم يبقى عندك احنا النادي الاهلي وكل ماتشاتنا لازم نكسبها، بس هيجي لك تعثرات. لما يجي لك التعثر مش يعني مش تتكلم بالسلب. خلينا نكون واضحين يا اسلام، احنا مكسبنا فين؟ مكسبنا في الثلاثه، ديفندر والطرفين علي معلول ومحمد هاني. لو دول الخمسه دول واقفين كويس على رجلهم بنكسب اي حد، صحيح. صح؟ امبارح كان في مشكله كبيره في نص الملعب، بسببها غياب حمدي فتحي وعمرو ده من وجهه نظري، عمرو السوليه وحمدي فتحي غيابهم كان مؤثر جدا. ناهيك ان القندوسي برضو لسه بياخد على محتاج ياخد شوية. صح. بالظبط. ففي فراغ في الحته دي، ما كناش بنوصل كتير. لما حسين الشحات بيخش هو وتاو ما فيش حد بيكمل وراه. علي معلول ومحمد هاني ما كانوش في قمه مستواهم امبارح. وخلي بالك احنا اللي بيوصلنا كتير هم الطرفين دول، مع وجود الثلاثي اللي دايما ديانج كان في وجود مثلا حمدي والسوليه ومروان كان بيعمل ايه؟ ديانج بياخد الخط ناحيه اليمين مكان تاو لما بيخش لجوه، والعكس صحيح كان كتير جدا بتلاقي عمرو السوليه. صح مظبوط. ولكن خلي بالك كويس ان انت، لان عايزين نتكلم فنيا شويه، لانه مهم جدا ان الجمهور يسمع هذا الكلام. تمام. بس انت برضو في الاخر بتلعب مع فريق كومباكت، فده مقلل عليك تمام المساحات، تمام ده اولا. ثانيا انت ما بتلعبش برضو فريق، لا انت بتلعب فريق الثالث على احنا الدوري تالت المصري دوري، واحد. نعم. تالت دوري وبتلعب واحد من الفرق القويه، طبعا. وبالتالي طبعا هتلاقي الكلام اللي انت بتقوله ده طبعا بيفتح وكل حاجه. ولكن في الاخر ما هي الباك ليفت اللي بيلعب قدام هاني، ما هو عارف يقفل كويس. تمام. باك رايت اللي بيلعب قدام معلول، ما هو عارف ان هو بيقفل كويس. وبعدين انت عارف ادرى مني في الماتشات اللي زي دي، ماتشات تلعب اهلي تاخد لك خطوتين ثلاثه انت بس كباك رايت او ليفت، وتريح دماغك عشان ما حدش وتعمل يقدر. الاوفر بس من بعيد وتقف عشان ما حدش يجي من صح، وراك. دي حقيقة. فبتبقى الامور اصعب كتير للباكات بتوع النادي الاهلي، خصوصا في ظل الوعي التكتيكي اللي علي ماهر عامله مع صح، اللاعبين. انا معاك في دي تماما. وكابتن علي ماهر اشتغل كويس جدا في الحتة دي. كان دايما لما بالظبط. تاو بيخش لجوه طارق طه بيسيبه. صح. الطبيعي ان خش طارق طه معاه. يخش مع تاو لجوه عشان يسيب مساحة لهاني يروح فيها، ما كانش بينزل. محمد ابراهيم كان ما كانش بينزل، كان بيودي ديفندر يروح الله ينور يكمل مع عليك. محمد هاني، فهو قفل علينا. الناحيه الثانيه حسين الشحات لما ياخد الكوره ويخش لجوه، عمر كمال على واحد في الاول كان بيخش معاه، لما علي معلول طلع مرتين راح واقف له، وقف. وقف لعلي صح. فعلا. صح. عشان كده علي امبارح ما عملش كروسين على بعض، ودي مشكله كبيره جدا لازم احنا نتجنبها. احنا عندنا الاختراق من العمق قليل، اوكي. ده اساسي. انا شايف ان بس دي المباراه مش طريقه لعب مش دي الاختراق من طريقه العمق، لعب مش النادي طريقه الاهلي لعب النادي الاهلي ان هو يخترق من عامه، مش العمق. دي طريقه لعب النادي الاهلي. الاستحواذ مع التحركات الكتير ما بين الخطوط بتخلخل اي فريق. امبارح كان في برضو زي ما احنا ما عرفناش نوصل او وصلنا وما جبناش، كان في تفوق من نادي فيوتشر في الناحيه الدفاعيه. وخلي بالك واحد زي باسم علي امبارح من نجوم المباراه حقيقي. بصراحه. مش هو بقى كان بيلعب سيرد باك ناحيه اليمين بس، من احسن يمكن احسن لعيب كان موجود امبارح في فيوتشر ده. ولا بس هنا انا هقول لك كاهلاوي بقى، اقول لك ايه؟ طب ما احنا امبارح رحنا للجون وضيعنا اكتر ما رحنا مثلا في مباراه البنك الاهلي اللي كسبنا فيها 3-0. جبنا يعني البنك الاهلي رحنا 3 مرات جبنا 3 اجوال. تمام. لكن امبارح احنا رحنا، لو جبنا الاهداف اللي كان ممكن، الاهداف الحقيقيه وليست الاهداف الحقيقيه اعتقد 3 او 4. 4. ماشي. فانت بالتالي لا انت رحت اكتر. طيب، المتابع للكوره، قطر والمكسيك امبارح، قطر وصلت 1-0. بـ4 كور، 4 كور
في 90 دقيقه. هم كورتين المكسي. انا مش فاكر، انا ما اتفرجتش على ماتش كله بس يعني الشويه اللي انا شفتهم الاجمالي اربع كور يعني جاب جول كيروش. ايوه بالظبط. المكسيك 26 كوره ما جابتش جوان ومنهم ثلاثه جوه الجول ما جابتش جوان. طب ده ايه؟ يعني انا شايف ان لا يعني الكوره ما بتحسبش كده. ايوه لا انا أقول انا برد عليك بقى يعني وانا برضو بحسبها لك بطريقه ثانيه. الكوره ما بتحسبش كده. الكوره بتتحسب بالنجاعه او ان انت ايه لما توصل لو بالنجاعه تسجل. اوكي ماشي سجل. في ايه بقى الاكسبكتد جولز او اللي هي الاهداف المتوقعه ممكن يكون من ال 26 انت الطبيعي المتوقع بتاعك 6 او 7 تمام بس مش يومك. بتحسب دي كوره وساعات بتكسب 4 و5 و6 وانت ايه وحش ليه؟ خلاص هي إيه الكوره كده عايزه تخش. دي احكام الكوره. احنا مش هنتكلم عن دي احكام الكوره ما فيهاش اي مشكله. فانا شايف لا يعني لازم نهدى شويه. احنا بنلعب فرقه كبيره، بنلعب فرقه فيوتشر عادي جدا. يا جماعه احنا كجمهور النادي الاهلي احنا لازم نزوق النادي الاهلي. احنا لسه ما خدناش البطوله عشان كده ما ينفعش ان احنا دي اهم حاجه ان احنا نهمد اللعيبه ولا احنا لسه بدري. الكوره زي دي لو جت سهله جدا، انفراد سهل جدا. لا جدا انا صح لك دي متوقعه دي 100% لكن انا اللي قبلها دايما تاو بيجيبها جوان اللي قبلها الشوطه اللي شاطها عكس مرتين والاثنين زي بعض بالظبط في نفس الحته وقد كده يعني لو راحوا صح جون. وفي غيرها ده في واحده تاو مشي من يعني عرفات. انا شخصيا اعتبر الاثنين دول بواحد اللي هو نص جون ونص جون مع انهم يعني ما اعرفش. في واحده ثانيه كمان ده تاو من ناحيه اليمين يعملها لتحت بس القندوسي على ال 18 اللي هو رقص فيها الراجل اللي حط شالها من فوق كده وراح معدي وحب يشوطها في الضيقه دي لو حطها القندوسي تحت جول. ولا كهربا الناحيه الثانيه اجواء. بص في الاول وفي دي واحده مثلا ممكن تيجي صح. لو جون ثاني غير جنش ولو جون ثاني غير جنش ممكن ينزل لتحت بدري صح وهي تعدي من فوقيه. فانت برضو في هو في توفيق وفي عدم توفيق يعني دي حاجات يعني ايه جون تاني ممكن ينزل تحت بدري وجون ممكن ما يطلعش قبله كده فتعدي من جنبه صح. فانت برضو احنا مش بنلعب نفسينا. انما فرقه زي فيوتشر فرقه محترمه. كابتن علي ماهر كان بيدافع بطريقه مميزه جدا 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 وراح جداً للجون بدليل انه هجمك مره واثنين بس يعني ايه كنا نتمنى ان احنا نخلي بالك ان جمهورنا الاهلي 8 ماتشات مكسب راجع من مكسب بطوله افريقيه. الحاجات دي كلها مش مديه. دي واحده زي دي مثلا لو عادها 100 مره مش هتيجي في العارضه تاني. لو تاو عملها 100 مره مش هتيجي في العارضه تاني صح. بس خلاص مش هيعملها كده اساسا. هي خلاص الكره مش عايزه تيجي. الكره مش عايزه تيجي. فشيء طبيعي خالص ان الكلام ده يحصل ان الكره تضيع مره واثنين وثلاثه. انما نتمنى في القادم ان شاء الله ان المباراه ويمكن يا اخي يكون فرح لينا ان احنا نفرح بالدوري في ماتش الزمالك.